سبحان الله بعرفات، بعرفات بتلاقي الحجي بيحتار شو بده يساوي، بيطلع لبرا بيشتري نعم كاسة شاي، بيمروا تمروا سيارة، مرة مرقت سيارة الحسبي عم يوزعوا علب لبن، معي حجي لحي علب اللبن مشان يجيب لنا كرتونة لبن، ديش حدا ورقد وراهون ومشي معهون ورقد ويعطونا مادت ايديه هيك، اجى واحد قام له الكمر تبعه وسرق له الكمر، رجع حامل نعم اللبنات جايبنا وزع علينا لبن يسوي يعمل هيك كمان، يا الهي شبك الكمر راح ابدا يروح ليش بالك كل الناس رايحه تحج. في حديث عن ابي عثمان الصابوني يقول روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في اخر الزمان يعني تحج اغنياء امتي للسمعه مشان يقولوا عنه حجي، وفقراؤهم للمساله بيروحوا بيشهدوا، وقراؤهم القراء للسمعه اي نعم، والاغنياء بيروحوا للتجاره، فبتلاقي كل واحد رايح هدفه شكل، معي حجه راحت معي قال الحال في يمين نادره ندر تلعب شده بعرفات، طالعه معها شده وطالعه، معي حجي عم يشرب ارجيله فقعد يضببها مشان يطلعها على عرفات، ناك يا رجل اتقي الله سبحانه وتعالى. في الحجاج على صلاه الصبح شيء اللي مكه كلها حرم، يعني هلا الصلاه جنب فرشتك هو مثل الصلاه جنب الكعبه، اجمل شيء بالدنيا كلها صلاه الصبح صلاه الفجر جنب الكعبه، ما في من جمال هالامر هذا ابدا، غير يوم اللي بيتجوز الواحد ممكن اي نعم يعني يكون نهار يوم جميل اي نعم، بعدين وعيشه المراه مرمره اكثر حلاوتها شهر، بعدين بتلاقي ايش بيروح كل شيء جميل اي نعم بيطير الصبا. فعلم الحال انك تدرس قبل ما تصل لهالمرحله مشان تكون مجهز حالك. نحن دروسنا هون ان شاء الله بدنا نقرا كتاب الاحكام الشرعيه في الاحوال الشخصيه، كتاب انا الفته مو لاني الفته بدي درسه يعني او افرضه على الناس، لا بس لاني تعبت عليه فعلا، ودرسوه في الازهر ودرسوه في المعاهد الشرعيه، حتى الدكتور حسن ابن الدكتور مصطفى البغا كان ما يدرس الا بكتابي، لهم بجيبوا كتاب الشيخ فتحي صافي حصرا مشان اني ادرس فيه كتابي اي نعم، يعني نفس اسلوبي نفس التدريس نفس كذا. مره فتت على التدريس الشرعي بوزاره الاوقاف بيسالون على فتوى الطلاق، لانه مشايخنا صعيد درسونا هالعلم بس اخذوا علينا عهد انه ما نفتي بالطلاق. هلا البوطي رحمه الله تعالى ما كان يفتي بالطلاق، نحن قد الدكتور البوطي، نحن انا اذا بقعد مثلا كنت اقعد احيانا بدرس الدكتور كنت اتخبى ورا الطلاب، ما نقده نحن وما يفتي بالطلاق، مين نحن حتى نفتي بالطلاق؟ فلذلك اي نعم رحت والله على التعليم الشرعي، لقيت الشيخ اسامه الخاني الله يعافينا يا ويشد ثوب العافيه، فكرته ما بيعرفني. السلام عليكم سيدنا، قال لي عليكم السلام، قال لي سيدي فتوى الطلاق، قال لي مو انت الشيخ فتحي صافي؟ قال لي منين بيعرفني؟ قلت له ما نعم انا سيدي الشيخ فتحي صافي، قال لي ليكو كتابك عم ندرس منه عم نفتي منه. ليش جاي تستفتي عنا؟ قلت له سيدي والله رقبتي ما لما تحملي يوم القيامه. قلت لحالي انتم بتحملوا يعني اي نعم، فاجي عن كل، قال لي مع السلامه، مع السلامه. فلذلك اي نعم هالكتاب هذا بدنا ندرسه مشان نعرف شو لنا وشو علينا. اولادنا قبل ما يتزوجوا لازم يدرسوا الكتاب، حتى نحن المتزوجين لازم ندرس هالكتاب هذا. هالكتاب مهم جدا اي نعم، بيعرفك حقوق الزوجه وحقوقك عليها. بيعرفك اي نعم، انا كتبت كتاب من كم يوم قال له قديش النقد؟ قال 500 ألف متقدم 500 ألف متأخر، نالهم خور فينا كذا. لكن اليوم بتقول مليون ما عاد له طعم المليون ما عاد له قيمة، بس تعج معه ما بينجمع. أما كلمة مليون ما كلمة سهلة، مرة كنت بأصل عدلي قال مين بيشهد معنا مين بيشهد معنا يا جماعة الخير كذا، مو شهادة زور لأنه شهادة على أرض الواقع، نالوا أنا بشهد شبك، قال بنشان يعني عقد شرعي، نالوا بنشهد على شو الشهادة؟ عقد زواج، نالوا من الشهر. قديش المهر؟ مليون بمليون. طلعت على العروس شو مليون مليون. مرة شيخ كتب كتاب سأل العريس انه قال له يعني المهر رخيص، قال له ليش رخيص؟ قال له دفعت حسب الجمال. طلع الشيخ بالعروس رجع للعريس المصاري طلع من جيبته عطاياه، قال له خود خود اذا على الجمال خود. اي نعم يعني سبحان الله على شو المليون بمليون، يعني ما بتعرف شو القصة. شو فتت مرة بدي أعقد عقد، هي القصة من شي 30 سنة تقريبا،
وعنا بأحيائنا فوق. أنا ساكن برأس الجبل فوق، تعرفوا جامع مقام الأربعين؟ أنا ساكن بالتسعة وثلاثين قبل منه بشخطة. إيه نعم. وفوق عنا كليات وفقر وناس درويش وناس على باب الله. فأجيت بدي أكتب كتابنا له أدل. هاي قصة 30 سنة. بيقول لي المتقدم مليون، متأخر نص مليون. قلت له ليش شو ما شتها هي يا عمي؟ شو مليون نص مليون؟ بكرة أي كتابنا نكتب كتاب شو بيقولوا؟ إيه فلانة كتبوا له لد بلد. نالوا عنا بالشيخ محي الدين اللي هي حارتي أنا، ومسقط رأسي بالشيخ محي الدين جام جامع الحنابلة. كان عنا المهر 100,000 ب100,000، وكانت الناس شوف حالها. نالوا بدك بكتب لك كتاب هيك، ما بدك لا أمشي. قال لا ماشي كتب. إيه نعم كتبت له 100%. فهذا الكتاب إن شاء الله أنه بدنا نقرأه هون ندرسه، والناس بحاجة إله. يعني كثير مثلا الناس تسأل عن مواضيع الطلاق، كلمة الحرام هل يقع بها الطلاق؟ كلمة الطلاق تحتاج إلى نية؟ الطلاق الرجعي شو حكمه؟ الطلاق البائن شو حكمه؟ العدة ليش المرأة بتعتد ثلاث حياض عند أبي حنيفة، ثلاث أطهار عند الإمام الشافعي؟ عدة الوفاة مشان شو عدة الوفاة؟ فكتير أشياء عنا بدنا ندرسها. دي صار الدرس طبعاً هلا نص ساعة. يلا معنا شيء 10 دقائق. هالكتاب اللي أنا ألفته كل مسألة فيها نكتة، لذلك لما كنت درسه كان يجوا طلاب الشريعة وطلاب الحقوق يدرسوه عندي بالجامعة، لأنه الفقه جاف. وإذا بقرأك مادة فقهية بدون ما أشرح لك ياها بطريقة سلسة، يعني يا بتنام يا ما بتستوعبها. ففي عنا مادة بالفقه تقول ولا يثبت في الزواج خيار عيب ولا خيار شرط ولا خيار رؤية. يعني شلون الطالب بده يفهمها؟ شلون بده يحفظها؟ ولو كان الطالب بصيم بيحفظ بصم، شلون بده يفهمها؟ لا يثبت في الزواج خيار عيب ولا خيار شرط ولا خيار رؤية. فمن له خيار العيب الإنسان، إيه نعم ليلة الدخلة فات هو وزوجته على الغرفة ما شافها إلا قامت البروكة علقتها، قامت بدلت أسنان حطتها بالكاسة، قامت هدول اللي بحطوها بعيونهم حطتها بالكيلة تبعهم، إيدها على غوص فكتها حطتها جنب منها، نط الزلمة من الشباك وهرب، رجع هي مرتك. قال ما بدي أكل عيوب، هي مرتك. ما في بالزواج خيار عيب، لو كان شو ما كانت بدك ياها هي زوجتك. لا يثبت خيار عيب ولا خيار شرط. كتبت ورقة بيني وبين بيت حمايي بدي طولها 180 سنتي وفتحة العين هيك بدي اياها، اي نعم، وبدي اياها اي نعم مناخيرا مبوزين. وتما كانوا بالاول يطلبوا تم صغير، هلا بدهم الشفاتير الكبيره فبيحطوا سيليكون هلا، اي نعم. فبدي اياها تم صغير. كتبنا ورقه والشهود مضوا عليها، جابوا لي اياها طول 180 سنتي بدي، كانها عم تلعب كره سله، جابوا لي اياها قصيره وسمينه مثل انينه الغاز هلا قدام، وعيونها يا دوب طاصة فيهم، ومناخيرها كأنه تلزيق، وتمها من الحنك للحنك. نالو شو هاد؟ قال زوجتك. نالو كتبنا ورقة؟ قال بلا شراب ميتها. بالزواج لا يثبت خيار شرط أبدا، مهما اشترطت الشرط باطل. وخيار رؤية النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة بن شعبة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدي ما بينكما. شو بيشوف الإنسان من الخطيبة؟ وجهها وكفيها بس. هلا الإيدين بتعرف جسم بني آدم من إيديه، إذا كان إيديها مثلا مبينين طرايا بضين، إيه نعم لونهم حمر، هيك جسمها معناتها. إذا كان أصابيعها تلاقي إيه نعم مثل نقارات الخشب، إيه نعم تلاقي معصمصين، معناتها معصمص بدنها. فالإنسان من إيديها بيعرف جسمها. والوجه هو إيش؟ سبحان الله، إما الإنسان بيصير فيه قبول أو إيش بيصير بينفر منها، من نظرة عيونها ومن وجهها. هلأ شو بيقول لي شيخ النظرة الشرعية؟ شو يعني النظرة الشرعية؟ قال بيحق له يشوف شعره. لا ما بيحق له يشوف شعره، بيشوف وجهها وكفيها بس. إيه نعم هذا اللي بيشوف منها. مرة جانا واحد على جامع الحنابلة فقال له لشيخنا، قال له أنا عندي بنت، فإذا كان عندك طالب شريعة طالب علم مستعد زوجه ياها، يا بعطيه بيت يا ما بعطيه سيارة. كل الطلاب قالوا نحن بنتجوز، حتى المتجوزين قال بنتجوز. قال لي الشيخ روح لعنده على البيت زوره وشوف شو وضعه، يعني إذا كان بيناسبنا، لأنه في ناس ما بتناسبك.
الشيء بالشيء يذكر. مرة واحدة قالت لي الشيخ عندي بنت تاخدها، قلت لها شو صفاتها؟ قالت لي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ترقص ساعتين ما بتتعب. وكتبت فيها. لك لو قالت لي عندها قيام ليل، عندها صيام خميس واثنين، عندها اي نعم اوراد، معقولة. كل واحد له شيء بيناسبه. اي نعم، لا والله حجي بس صير ارقص وببا باخذها. والله مرة اي نعم شيء بالشيء يذكر، ولو كنا عم نسجل، مرة رقصت والله. فاجوا عملوا مولد عنا وجايبين مزاير فيها خشخيش ودقوا هيك فيها ودقه منغرشه، قفلت على حالي المطبخ نعم وقعدت بالقلب المطبخ. يعني هلا مثلا نعم الموالد بالنسبه لنا، الي كتيب الصغير انا اسمه يا اسفي على الموالد كيف اصبحت. اصل الموالد لما كنا نقعد بالقديم القديم مع كبار السن لما ينشدونا طلع البدر علينا صل يا نبي والناس حاب بعض البعض لا فلكلور ولا من يحزنون، فكنا نعود لا يقلبنا سبحان الله مسرورين بالقعدة. ايه فتغيرت الايام وتغير الزمان وتغير. ايه فرحت زرت الجماعة والله، قعدت عندهم بالبيت، فاتت ام العروس. لك ليش تفوت ام العروس يعني؟ قاعد انا والاب عم نحكي. فاتت والله حاطة مكياج، طلعت على الارض تاري لابسة بقاب له ريش ومنكري رجليها، وهذا المناكير جمع منكر، منكر ومنكر ومنكر بيصير مناكير. اي نعم. فدرت وشي، فاتت العروس جابي معها صينية قهوة. لكي طيب ليش لتضيفني قهوة؟ مفروض ضيف قهوة للعريس وبعدين تكون لابسة. قلت لحالي لا اشرب فنجان قهوة بالطول والعرض وبس بدي اطلع. فأجيت أخذ فنجان بدون ما أطلع فيها، سحبت إيدي لورا نزلت طلعت فيها. ليه شيخ؟ قلت سبحان الله، أنا زوجتي زوجتها قد مو خجولة عجبة، يوم خطبتها ما رفعت راسها فيني أبدا، حاطة راسها هيك بالصينية عم تضيفني قهوه. شو سريت؟ طلبتها من أهلها وأخذتها. بعد ما تزوجنا قلت لها بتعرفي ليش زوجتي؟ لأنك ما رفعتي راسك من الصينية. لك قالت لي الصينية أركورك مراي هي، كنت قاعدة عم شوفك بالصينية. قلت ما استفدنا شيء، بس كنا تزوجنا ومشي الحال. رحت عند الشيخ قال له سيدنا ما بيناسبونا. فهذا الكتاب بدنا ندرسه مع بعضنا البعض إن شاء الله، في الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، كل شيء فيه إيش بيتعلق بأمور الزواج، فلازم ندرسه، لازم نقرأه. النساء والرجال لازم يدرسوه ويقرؤوه، ومهم جدا لكل طلاب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يكرمنا ويكرمكم ويفتح علينا وعليكم. والصور الاولانيه طارت، نرجع نرد نصور من اول جديد. اي نعم، المسجد المبارك ما شاء الله ما شاء الله. لكل الدروس عنكم هيك فيها الاعداد بيجوا هيك. الله صل على الله يرضى عليكم. بسم الله ما شاء الله. حدا له سؤال شيء اخواننا؟ حدا ما فهم شيء؟ حدا فهم شيء؟ ايه هنا مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم.